الضغط جاء ليعرفنا بمجموعات أعداد خيالية. إذا الأعداد الخيالية التي حققت لنا تعريف ديال المعادلة ديال إكس أس اثنان، المعادلة إكس أس اثنان زائد، إذا هذه المعادلة إكس أس اثنان زائد مثلا لا تحل مجموعة الأعداد الحقيقية ولكن مجموعة الأعداد الخيالية اللي كنرمزوا لها بـ إي أخ. إذا هذه الأعداد بطبيعة الحال هي أضافت لنا العدد إي بحيث أن المربع ديالو يساوي ناقص واحد. إذا هذا بطبيعة الحال العدد اللي هو إي أس اثنان يساوي ناقص واحد فهو العدد اللي هو مهم جدا وغادي نتعاملوا معه بطبيعة الحال في جميع الخاصيات ديالها. إذا أول حاجة توجد مجموعة أعداد سي، إذا كان هذا الأعداد الحقيقي اللي كنرمزوا لها بسي أو إي أف. إذا بالنسبة هذه الأعداد فهي جاءت لكي تعرف لنا واحد العدد اللي هو اي اس 2 يساوي ناقص 1. إذا كل عدد كيتكتب في هذه المجموعة فهو كيتكتب على شكل أ زائد اي بي، بحيث أن الجزء أ، إذا الجزء أ فهو جزء حقيقي، بالنسبة للجزء بي فهو جزء خيالي. إذا هذا هو التعريف ديال الأعداد العقد. إذا أي عدد عقدي ينتمي إلى مجموعة السي، إذا جاء لكي يكتب بهذه الطريقة. إذا ناخذ مثلا هذا العدد اللي هو زاد يساوي 4 زائد 5 إي. إذا هنايا بالنسبة للعدد 4 فهو الجزء الحقيقي، وبالنسبة لخمسة فهو الجزء الخيالي. إذا ناخذ واحد مثال نشوف كيف نتعامل مع هذه الأعداد في طبيعة الحال العملية ديالها بما فيها الجمع والضرب. إذا مثلا ناخذ الجمع ديال هذ العددين، إذا مثلا زد زائد زد بريم، إذا غادي ناخذ هذ العددين، إذا بطبيعة الحال غادي نقوموا بالعملية ديال الجمع ديال الأعداد الحقيقية فيما بينها والأعداد الخيالية فيما بينها. إذا غادي ناخذ جوج زائد 4 اللي هي 6، ثم 5 زائد 3 اللي هي 8. إذا بطبيعة الحال عدد خيالي زائد عدد خيالي هو عدد خيالي، مع جمع عدد الحقيقي فيما بينهم والعدد الخيالي فيما بينهم، يعني جوج زائد 4 و3 زائد 5. إذا بالنسبة للعملية ديال الضرب، إذا في عملية ديال الضرب خصنا هنايا ناخذ واحد لاتونسيون بالنسبة إذا لقينا الجزء إي إي خصنا نديرو، إذا خصنا نديرو هي إي أس اثنان هي ناقص واحد. إذا مثلا حاولوا مثلا تحسبوا معايا زاد بريم. إذا زاد كيما عندنا هنا الإشارة يمكن لكم تعطيوني لي ريبونس، إذا تعطيوني الجواب على هذا الشكل. إذا تعطيوني مثلا العدد اللي غادي يكون هنا بالنسبة للحالة ديال العدد الحقيقية، يعني هذا الجزء، ثم تعطيوني هنايا القيمة ديال العدد الخيالي. إذا الطريقة هي أننا غادي نضربوا هذا العدد زاد بريم، إذا زاد بزاد بريم غادي نضربوا هذا العدد. إذا نحاول نديروا عملية ديال النشر وبحيث أن نلقاو بعد التبسيط بعد الجمع نلقاو القيمة ديال العدد زاد بريم. إذا واحد التجربة بالنسبة لهذه العملية، إذا غادي نديرو اثنان في 4 القيمة، إذا غادي نقوموا بعملية ديال الضرب، إذا غادي نضربو بطبيعة الحال اثنان في 4 ثم اثنان في 5 إي ثم 3 إي في 4 ثم، إذا بطبيعة الحال مع تبسيط هذا العدد اللي هو إي 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 اللي هي ناقص واحد. إذا غادي نمشيو دابا التعاريف. إذا كل لا ما كاينش تساوي بيناتهم، إذا بالنسبة للجزء لما كنقول تساوي بالنسبة خص يكون العناصر ديال العناصر ديال سي هما العناصر ديال إي، ولكن بالنسبة للكتابة غير كتابة التبسيط باش نعرفوا على أن شنو هي سي قبل ما نعرف التعريف ديال سي، يعني بالنسبة لسي هي إر زائد بطبيعة الحال إضافة إلى إي، وبطبيعة الحال عليها كنكتبوا إر. إذا المجموعة الكبرى بالنسبة للسي، إذا هنا بما عطيتينا هذا السؤال غادي نعطيك واحد ملاحظة. إذا هنا بالنسبة عندنا الأعداد الصحيحة الطبيعية، إذا ضمنا زد ثم زد ضمنا دي
عدد عشرية نسبية، وبالنسبة لدي ضمن كي، وبطبيعة الحال أكبر مجموعة هي الأخيرة دابا اللي هي سي. إذا بالنسبة لمن سي إذا كاين إف، إذا إف عاد أخيرا، إذا عاد أخيرا إف ثم أخيرا سي. إذا غادي نكتشفوا هذا الشيء فيما بعد. إذا بالنسبة لأي عدد خيالي فهو كيتكتب على شكل بطبيعة الحال أ زائد إي بي، بحيث أ هو العدد الحقيقي، الجزء الحقيقي، ثم بالنسبة ل بي اللي هو إيماجينار دو زاد هو العدد الخيالي. إذا هنايا ناخذ هذا المثال مثلا هنايا، إذا هنا خاصنا شوية ديال التبسيط، إذا غتعطينا إي 12 ناقص 1. إذا فين هو الجزء نعم فين هو الجزء الحقيقي؟ إذا الجزء الحقيقي إذا هو شحال الجزء الحقيقي؟ يلا اكتبوا لي القيمة ديالو. إذا الجزء الحقيقي هو ناقص 1، والجزء الخيالي، إذا الجزء الخيالي هو 2، نعم إذا الجزء الخيالي هو 2. إذا تساوي عددين عقادين، يعني إذا تساوي بين عددين عقاديين بطبيعة الحال خاص يكون عندهم نفس الجزء الحقيقي ثم نفس الجزء الخيالي، نفس الجزء الحقيقي ثم نفس الجزء الخيالي. ألو بالنسبة للعمليات، إذا العمليات كما هضرنا قبيل على العمليات عطيتكم واحد المثال اللي هو الضرب. إذا الضرب خاصنا نديروا عملية ديال النشر اللي هي أ أ بريم ناقص بي بي بريم بالنسبة للجزء الحقيقي، ثم الجزء الخيالي أ بي بريم زائد أ بريم بي. إذا هذيك الناقص بطبيعة الحال جاءت من إي في إي اللي هي ناقص 1. إذا كذلك عند ضرب عدد خيالي عدد زد في عدد حقيقي ألفا مثلا، فنضرب الجزء الحقيقي ثم نضرب الجزء الخيالي. وثم مثال مثلا إذا عندي مثلا زد هي 1 ناقص اي، إذا ضربت إذا يعطيني ناقص 2 ناقص 2. إذا نتابع هذه العمليات، إذا بطبيعة الحال جميع الخاصيات ديال المتطابقات الهامة، المتطابقة الأولى والثانية والثالثة، وخاصيات المتطابقات الهامة الدرجة الثالثة فهي جائزة في الأعداد الخيالية. وكذلك المفهوم ديال المرافق غادي نشوفوه فيما بعد لأنه هو المهم جدا. إذا مثلا إذا بغينا نشرح مثلا هذا التعبير، إذا 1 زائد إي إذا أس 2، إذا تعطينا بطبيعة الحال إذا تجينا 1 زائد 2 إي ناقص 1. إذا بطبيعة الحال بناقص 1 فهو جاء من إي أس 2، إذا إي أس 2 هي ناقص 1، إذا العدد متقابلان يبقى لنا غير 2 2. إذا هذا العدد الجي فهو معروف جدا في الأعداد العقدية، لأن كنستعملوه في الأرجيمون يعني في العمدة وفي حسابات أخرى. إذا جي أس 2 كذلك وجي أس 3، فهي خصنا نعرفوا كيف نستنتج هذه القيمة. إذا ناخذ هذا المثال، إذا كتابة هذا العدد، إذا مثلا هذا العدد أ على شكل الجبري، إذا كتابة هذا العدد على شكل جبري تتطلب منا أن نقوم بمجموعة من التبسيطات. إذا أول تبسيط هو أننا خصنا نحاول نبين الجزء هل إذا خصنا نحاول أننا نبين الجزء الخيالي ثم الجزء الحقيقي لهذه الأعداد. وكذلك بالنسبة للمعادلات، إذا نتعامل مع المعادلات في الأعداد الحقيقية بنفس الطريقة اللي كنتعاملوا معها في المعادلات في الأعداد الخيالية، نفس الشيء. إذا ما كاينش بينهم فرق مع تغيير بسيط اللي هو دائما اي او سي 2، إذا اي او سي 2 دائما هي ناقص 1، ولا كان عندنا بطبيعة الحال ناقص 1 في المعادلة وبغينا مثلا نعملو مثلا بإي فخصنا مثلا اي ناقص 1 ناقص 1 خصنا نعوضها بإي أس 2. إذا فهذا كيسهل لنا العملية ديال التعميل، لأن كنعرفو علينا المعادلات فهي كذا. إذا بعد العملية على العدد إي إذا قوى العدد إي، إذا إي أس 2 هو ناقص 1، إي أس 3 اللي هو إذا دائما كيفما إذا عندما يكون الأس زوجي يكون إذا بطبيعة الحال هذا العدد نقدر نقول على انه لا كان زوجي، ولكن خاص يكون بطبيعة الحال يساوي 2. ولا شفنا هنا الفرق بين هنا 4 وهنا 2، هنا عندنا 1 وهنا عندنا ناقص 1، لاننا طبقنا العلاقه ديال اي اس 2 كتساوي ناقص 1، وهذه هي الاساس. ثم ملي درنا اي اس 3 جبنا ضربنا اذا ضربنا في اي تبقى هنا ناقص اي،
ثم ضربنا في كذلك وضربنا هي واحد. إذا هذه العمليات جيدة جدا ومهمة جدا خصوصا في الأداة العقدية. إذا ننتقل إلى التمثيل الميدياني للعدد العقدي، وكما كنعرفوا على أن العدد العقدي مهم بالنسبة للعدد الحقيقي كتطرق إلى الأعداد الخيالية. قد سبق الذكر بأن الأعداد الحقيقية هي كنا كنتعاملوا مع معلم ومع مع محور، مع بالنسبة مثلا معلم أو إي جي، بحيث أن محور أو إي هو محور الأفاصيل وأو جي هو محور الأراتيل، وكل عدد في محور الأفاصيل له صورة في المحور الأراتيل بطبيعة على حسب الحالات. إذا تقدر ما تكونش عنده صورة، يعني أن المعلم قد يكون مدعم منظم إلى آخره. إذا نفس التعامل، إذا سنعرف المعلم بالنسبة للأعداد الخيالية على أن المحور الأفاصيل هو أو إي، إذا المحور هذا، إذا بالنسبة للمحور أو دو هو المحور للأعداد الخيالية. إذا ناخذ مثلا مثال بسيط، إذا ناخذ مثلا هذا العدد أ، كيفاش يمكننا مثلا نمثلو في هذا المعلم؟ إذا مثلا عندنا هنايا اللحق ديالو هو 2 زائد 3، كنديرو أفين دو بوان ان هو اللحق ديال النقطة ان. إذا كيف سنمثل هذه النقطة على المعلم؟ إذا غادي ناخذ بالنسبة لاثنان، إذا هذا هو 2، ثم هنا 3، إذا 3 إذا نتقاطعو غادي يجينا هنا النقطة هذه، إذا هي النقطة هذه هي أ، إذا النقطة أ اللي هي 2 3. إذا هذه العملية كيفاش بالنسبة بالنسبة لتمثيل العدد خيالي.